معانا فراخ هنعملها مسخن احلى من الصدور، فانا معايا الفرخه سليمه هسحبها دلوقتي مع حضراتكم ونتعلم ازاي ممكن نجيب فراخ نسحبها في البيت. ولكن انا ما بنصحش طبعا الا لما تكون عندك الخبره القويه في انك تسني سكينه، ولازم السكينه تكون حاميه عشان الفراخ ما تتهريش معاكي، وده مطلوب. تعالوا مع بعض نشوف مقادير مسخن الدجاج على الطريقه اللبنانيه بخفه دم مصريه. فرخه وزنها تقريبا 2 كيلو ونص، معانا خبز صاج او خبز المرجوج او خبز الشراك، ده المسميات بتاعته في كل الدول العربيه، اخواننا السوريون طهاه فيه ومحترفين في عمايله. معانا كمان زعتر، ومعانا كمان بصل وتوم، دي التوابل. والاساس هنا عصير الحامض وزيت الزيتون والسماء، عصير حامض وزيت زيتون وسماء، الثلاثه دول والثلاثي ده هم دول عنوان عمل اكله مشهوره جدا اسمها المسخن. ده مشهور جدا في المطبخ اللبناني والمطبخ السوري والمطبخ الفلسطيني زي كده مع بعض. اهو الفرخه هي زي الفل، بتحطيها في الفريزر شويه تتشمع تمسك نفسها، لان ما انصحكيش انك انت تسحبي الفراخ وهي سايبه، يعني وهي مدبوحه لسه. زي كده الجزار او البوتشر لما يذبح الخروف بيحطه في الثلاجه يتشمع، يوم يقطع منه يقول لك اذبح ذكا ادرق، يذبح ذكا ادرق. اه فرخه كده زي الفل، هنشفها وتعالوا نسحبها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اللهم صل على النبي. بنجي نمسكها هنا من الجناح ده كده، والسكينة عارفة هي ماشية رايحة فين وعارفة طريقها بالشكل ده كده. وأهم حاجة إنك ما تطلعيش لحم في العظم، العظم ده ما يترميش يا ست الكل. بتاخد العظم ده تشيليه في التلاجة، اخر الشهر المصروف بيكون قل، مضينها من اول الشهر بقى المحمر والمشمر، بتاخد العظم ده تطلعيه من الثلاجه مع بصل مع طماطم مع توم، بتعملي بوكيه جرنيه، تغلي العظم ده، وده اشهر الفنادق واشهر المطاعم بيستفيدوا منه، ويعملوا منه صوص الديميجلاس وصوص الباربيكيو زي الفل. عينيا مخرجنا عايز يشوف الصوره واضحه. يا غالي انا معاك اهو، حاضر اهو، انت في المطبخ اللبناني النهارده. كده بسكينتك تكون صغيره في ايدك عشان تتحكمي فيها، ما ينفعش اسحب فرخه بسكينه كبيره، سكينه صغيره كده مشط يعني بيسموه، او كازلك اخواننا الجزارين يسموه كده. انا بقول يعني لو انت حابه، ولكن انا ما انصحكيش. انت بتوصل الراجل الفرنجي قالوا له سحب لي الفرخه وهيديها لك زي كده زي الفل. شوف العظم طلع ازاي. بقدر الامكان ده ما بيترميش، ده بناخده زي ما هو كده بنخليه طبعا، وتشيليه في قلب الثلاجه بالشكل ده كده. عظم 2 3 4 من وقت للتاني هتقدر انك تعملي شوربه حلوه في البيت. اصبح ان الفرخه كده معايا زي الفل، نشيل ده في طبق كده جانبي عشان نوسع لنفسينا. اللهم صل على النبي. نخلي ده كده هنا، ونيجي عند السد الفخد ده كده، بنضرب السكينه هنا كده بالشكل ده كده، وطلعي العظمه دي يمسكها من هنا كده ونيجي هنا بنفس القصه. اهم حاجه انك تخلي حته حلوه طبعا، انا عشان مع حضراتكم على الشاشه واحده واحده، انما لو انا مع نفسي بتعامل اهوت، واجي ضرب السكينه كده اصبح هنا الورك في ايدي اهوت وزي الشعره من العجل. حلو. دي واحده نفس القصه هنا نيجي هنا كده السكينه ماشيه كده، واول حاجه تخليها من هنا ونمسك العظمه كده وتعملي كده. اللحم ده عايزينه تعملها بقى شاورما، تعملها مسخن. في اكله مشهوره جدا في المطبخ اللبناني اسمه الدجاج مسحب بالثوم والليمون. الفرخه زي ما هي كده بتاخد عصير ليمون وثوم وتخش الفرن تاخد اللون الذهبي، تطلع الواحد يقزقسها كده زي الفل. الحاجات دي كلها طبعا لازم انت تبقى عارفاها طالما دخلنا المطبخ اللبناني. اصبح ان الفرخه كده زي الفل. الجناح ده انا بخليه عنوان. حلو الكلام. ونفس القصة هنا كده، ونمسك الفرخة كده ايه اهو نوسعها كده تاخد شكل كبير شوية علشان هنتبلها دلوقتي في قلب الصينية
كل ما تقطعي منها كده احنا بنعمل لايف بعد الهوا ونجاوب على كل الاسئله. واعتقد البيتزا انا عملتها ومقاديرها موجوده على الشاشه. ايه رايك في الفرخه دي كده مخرجنا؟ مفيش دم اهوت، انت بتخاف من الدم وانا بخاف من الدم، واللي بيخاف من الدم يبقى قلبه ايه؟ حنين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنتبل المسخن بتاعنا. بنجيب توم، التوابل بتاعتي هنا، المسخن حطيت شويه بابريكا، شويه زعتر، ملح وفلفل، وبهار حلو. ايه هو البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ بتروح عند العطار عندنا في وسط البلد، الناس الطيبه اللي بتجي لكل الدنيا من كل دول العالم تاخد العطاره من عندنا، حلو، اللي هي الكوبيبه الصيني بيسموها، والمسمى بتاعها عند اخواننا في المطابخ العربيه والمطابخ الشاميه اسمها بهار حلو. التتبيله كده زي ما هي زي الفل، بقلبها كده اهي واتلمسها بايدي كده، والقوام بتاعها زي الفل بالشكل ده كده بس خلاص لغايه كده زي الفل. جريلا سخنه معايا، اللهم صل على النبي، وعندي بصل هنقطعه دلوقتي شرايح جنب الفرخه كده. حلو الكلام، شوفوا هشتغل ازاي، لازم بالطريقه اللي انا شغال بها دي كده. نخلي العيش ده هنا ونجيب بوله كده وناخد البصل بتاعنا ده كده يتقطع شرايح، لازم يتقطع شرايح كده عشان هياخد سماق دلوقتي وتوابل. ناخد البصل ده كده، سماق مع بصل مع زيت زيتون بيساوي مسخن. البصل ده يخش دلوقتي على الجريلا ياخد تشويحة، والفرخة هنا ناطرة، طبعا ناطرة دي باللبناني يعني مستنية. حلو، التوابل والبهارات والجريلا عشان تستوي. ادي البصل بتاعنا بالشكل، دول كفاية. هنحط عليهم دلوقتي بقى ايه؟ السماق. ادي السماق اهوت اللي مش عارف شكله، ده موجود عند العطار، ده سماق. شوية زيت زيتون على السماق مع البصلة، حلو، ونحط شوية الملح التمام، ونمسك البصلة دي نفركها مع البصل مع السماق والملح. اخواننا اللي بيتابعونا دلوقتي لازم كل أكلة لا أصولها، بعمل تبولة يبقى أنا قاعد على السفرة شايف إن دي تبولة، ما اسالش، ومجرد ما اعرف ان دي تبوله ده اعرف ان هي معموله صح. لازم الخس داير ما يدور، لازم البقدونس، لازم البرغل باين فيها، كل ده. الجريله بتاعتي سخنه زي الفل، بحط شويه زيت صغيرين وانزل بالبصله دي كده، اللهم صل على النبي، زي ما انا شغال كده. حلو قوي، الفرخة عندنا زي الفل. والبصل بيتحمر في حالة تحميره، بنشيل الفرخة زي ما هي كده اهي. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهي، اللهم صل على النبي اهي، في قلب الطاسة. واخد الجوسي واخد التتبيلة اللي انا عاملها اهي اهي، واشربها كده تاخد تشويحة على النار، تخش الفرن بقى، تطلع بألف هنا وشفا. معانا خبز الصاج بنقطعها بنعملها سندوتشات، بنعملها أصابع، بنقدمها زي ما هي حسب الرغبة، اللهم صل على النبي. هي دي الطريقة، سهلة وبسيطة. حبيبتك في المطبخ اللبناني، شوقتك للمطبخ اللبناني، حلو الكلام، ناطرين ان انتوا تعملوا الاكل اللبناني ده وتتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وتقولوا والله يا شيف معاك حق، ده سهل جدا وبسيط وبيتميز فعلا. هناخد الطاسه دي او الجريلا دي ندخلها الفرن بعد اذن مخرجنا، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير
عشان نرجع نشوف هنعمل ازاي المعجنات مع بعض واحنا شغالين واحدة واحدة. الفرن هنا درجة حرارته 180، خليه على 200 بقلب جامد. اهو يلا واخدها زي ما هي كده وادخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها نظرة الوداع لمدة 30 دقيقة تقريبا. اهو اللهم صل على النبي. فرخة اتسحبت، شلنا منها العض، خدت تتبيلة وفليفر من الطعم اللبناني ولكن بخفة دم مصري. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لشوية معجنات فطاير بالجبنة والزعتر. معانا التبولة عروسة السفرة، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ونوسع ده كده واروق المطبخ بتاعي علشان اطلع بالمسخن. معايا فرخة وزنها 2.5 كيلو، خمسة شايلينها الصبح. حلو الكلام؟ الزيتون حلو. خلاص انا خلصت، يعني انا دلوقتي بس عايز السفره ارتبها كده علشان طبق التبوله ده لازم يكون هو عنوان السفره، لان انا طلعت بقى بسرعه على فكره، ولكن دي بتاخد شغل على فكره. البقدونس ده علشان يتفرم ويتغسل ويتنظف ده مجهود، خلي بالك. الفراخ امان يا فندم. شويه الزعتر الحلوين دول كده مخرجنا عايز برضه شويه. دي بقى لما ينزل التوابل دي والزعتر على الفطاير وهي سخنه موضوع تاني، بتاخد من الطعم ده، خلي بالك. معانا المسخن بتاعنا، جبنا الخبز الصاج حطيناه هنا كده. حلو الكلام. وتعالوا نشوف المسخن ده هنقدمه ازاي. حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض كده حالا؟ هنجيب سكينه عشان نقطع المسخن مع بعض. ايه اخبار الدنيا؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. كله ناطر يشوف الفراخ وصلت لفين. حلوه ناطر دي، عجبك؟ عليك يا استاذ عادل امام. حلوه دي؟ حلوه دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مسخن الدجاج وشويه الزيت الزيتون، واخدين السماء، واخدين البصله، والبصل بتاعنا المصري الجميل. نجيب الخشبه الحلوه او البلانشه، ناخد دي كده عادي. الصورة حلوة أنا عارف، عجباك. ونبدأ إن احنا نقطع الفراخ دي مع بعض. حلو أهي. بص بص أنا عايزك تبص على الفراخ، بص. حاضر 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 أهو. حاضر أهو. كده تمام؟ تمام. طيب أنا عايزك تشوف الفرخة دي كده بعد، قبل وبعد بس علشان تدعي لي. استوت. بص 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 ال 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 الورك بتاعها ينزل منها. حال بلاش. اللهم صل على النبي. والبصل بتاعنا اللي هو واخد السماء والجمال الحلو ده كده اهو. شفت الموزه بتاعت الفرخه دي؟ خليها كده كلها بعدين. شفت البصل هنا بقلبه مع السماء اهو ده كده. بعمل ايه بقى دلوقتي حالا؟ اصبر عليا، خليه قدامي كده. مسخن على طريقه المغازي، زيت زيتون، البصل عينيا عاين فيه زي الفل. حاضر يا اخو. نعم حاضر عيني. حاضر. وناخد الفراخ دي كده. شفت التقطيع دي؟ سمع الصوت ده؟ الصوت ده بيعذبني. حاضر عيني. شكل ده طيب. اخد الفراخ دي يا عم الشيف احطها على الخبزه وخلصت. بس مهم جدا لازم نبقوا فاهمين البصلايه مع السماء ما نستغناش عنها. الفراخ اهي حطها هنا كده مكانها حلو كده. حاضر عينيا. الله. فرخه بس قدمناها بشكل تاني وبطعم تاني، يكفي ان هي من الطعم اللبناني والشعب اللبناني اللي احنا بنحبه. حاضر عينيا والله حالا دلوقتي والله العظيم. زي الفل. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خرجنا عايز اشوف الصلصه دي وهي نازله على. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. البصله دي تاكل صوابعك وراها.
فيها طعم الفرخه، الدهون بتاعه الفرخه، الجو ده كله زي الفل. اه الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي. اه شفت الخبزه هنا دورها هنا تشرب الصلصه دي، اه تاكل الخبزه وتسيب الفراخ للضيوف، ولازم يبقى الفراخ كده عايمه وغرقانه في البصل والسماق. ادي المسخن على طريقه الشيف المغازي، البطل هنا، عصير الحامض، زيت الزيتون، السماق، رشه بقدونس محترمه كده زي الفل. وحلقه النهارده عينيا. حاضر طبعا، احنا بعد ما نخلص الحلقه نشوف التتر بتاعنا، اكله امي، المزيكا الحلوه اللي العالم كله حافظها دلوقتي بجد. ناس، في ناس عاملينها رنات على الموبايل، حاجه لطيفه والله، اكتشفت الموضوع ده من حبهم لينا يعني.